لحث الناخب على المشاركة الفاعلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد تيار الإصلاح الوطني في وسط لقاء موسعا بكافة أعضائه ولجانه لمساهمة المواطن الفعلية فيها من أجل التغيير واختيار الشخصيات التي تخدم البلاد. لقاءنا هذا اليوم مع كوادر مكتب تيار الإصلاح الوطني في واسط لحث الشارع الواسطي، حث الناخبين، حث أبناء الشعب، أبناء المحافظة على الاختيار الأصلح، اختيار الأنسب لمثل المحافظة في مجلس النواب العراقي القادم، ومثل ما أكدت المرجعية باختيار الإنسان النزيه، الإنسان الشجاع، الإنسان الكفو اللي يحاول أنه ينقل واقع المواطن الواسطي بصورة خاصة والمواطن العراقي بصورة عامة، وتشريع القوانين اللي تخدم العملية السياسية والمجتمع العراقي بصورة عامة. كما وبحث اللقاء جملة من القضايا التي تخدم المحافظة وأبرزها الخدمات التي باتت تؤرق المواطن لسوء اختيار الشركات وعدم وجود المتابعة الحقيقية لتلك المشاريع التي صرفت عليها المليارات. حث الناخب على الخروج للانتخابات لغرض تغيير الوجوه القديمة واستبدالها بوجوه جديدة تخدم البلد وتخدم المصلحة العامة. أيضا تم تناول موضوع الخدمات في المحافظة وقلتها، والأمل أن تكون هناك في المستقبل حساب لهذه القضية لما يعانيه المواطن من نقص في الخدمات بصورة عامة. أيضا تم مناقشة موضوع حث الجمهور على الخروج إلى الانتخابات، لأن هناك جهات كثيرة تحث على عدم الخروج للانتخابات لأغراض خاصة تخصها حزبيا أو يعني لأغراض أخرى، وحثيناهم والحمد لله تم التفاهم على هذا الموضوع. احنا شفنا يعني المرشحين القدامى ما التزموا بالبرنامج عندنا، واحنا بالنسبه لنا عشائر العراق نريد خدمه للعراق، والله ما رايدين فرد شيء من عندهم، احنا نريد خدمه الى بلدنا او بلدهم يعني هو هذا، وان شاء الله نريدهم يخدمونا المرشحين الجدد، وان شاء الله احنا ندعمهم. اجتماعات دورية يعقدها مكتب تيار الإصلاح الوطني لمناقشة مجمل القضايا التي تهم المواطن الواسطي للخروج بحلول يمكن أن تنهض بواقع المحافظة. لقاء موسع تناول العديد من القضايا التي تهم المواطن الواسطي، أبرزها حث الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل زج دماء جديدة للعملية السياسية، فضلا عن مناقشة الواقع الخدمي المتردي للمحافظة. بهاء زهير، قناة بلادي، محافظة وسط.